وتخطئ كل الحكومات عندما تبدأ على يدها عملية القتل لمواطنيها من غير حق، وتفتح باب جهنم على كل الأطراف التي من بينها هي وعلى كل الوطن. وهكذا لو بدأت الشعوب هذا العدوان، وللأسف أنها كلما كان وللأسف أنه كلما كان تحذير من ناصح للحكومة عن الاستهانة بحرمة الدماء والقتل خارج إذن الدين وحتى خارج القانون، كلما قوبل ذلك بحمل النصيحة على التحريض والتهديد، وقوبل بسيل من الاتهامات ومضاعفة العداوة للناصح. ويبقى العدوان على الدماء على مستوى الفعل ورد الفعل مرفوضا مدانا مستنكرا. وللشريعة طريقتها في استيفاء حق الدم المهدور. وهذا ما تخالفه قوات الشغب لعدد من المرات، ولا زالت تنهي مسيرات سلمية احتجاجية بالبطش والقوة والجرح والقتل. ولو كان عدل وقضاء عادل لكان من حق كل قطرة دم تطل أن يلاحق من هدرها ظلماً ويحاكم المحاكمة الشرعية العادلة وبالطريقة الشرعية، والتي لا تعتمد في إثبات هذا الأمر الخطير إلا المثبتات المعتمدة للشريعة، كانت هذه القطرة من دم لشرطي أو غير شرطي تابع للحكومة أو لأي مواطن من المواطنين. وكم من دماء لهذا الشعب قد ضاعت بلا حساب. وما نقوله هنا وليس لنا قول غير قول الشريعة: دمان محترمان، من أهرق أحدهما ارتكب واحدة من أكبر الكبائر في الإسلام وأثم إثما عظيما. دم مسلم أهرق ابتداء عدوانا، ودم مسلم أهرق ظلما بحجة القصاص، ولا شرعية لقصاص ولا لحكم يقوم عليه هذا القصاص أو ما هو أدنى منه من العقوبة، حجته اعتراف المتهم تحت الإكراه، ومن أبشع صور الإكراه التعذيب. القصاص الشرعي له مقوماته وشروطه التي لو تخلف واحد منها لفقد شرعيته. وحرمة دم كل مسلم ثابتة على حالها، ولا يصح اختراامها ما لم يهدرها هو بجرم موجب لهدمها في شريعة الله عز وجل، قد ثبت عليه ارتكابه له بمثبت شرعي. هذا ما نفهمه من شريعة الله تبارك وتعالى، وليس لمسلم رأي على خلاف شريعته. أما قناعات السياسة الدنيوية فهي خاصة بها، ولا يستطيع متشرع أن يكون مع ما خالف الشريعة منه. ثم إن حادثاً أو آخر من الحوادث المؤلمة التي قد تشهدها الساحة فتحمل السلطة مسؤوليتها جهة أخرى أو أخرى من جهات الشعب، أو يحمل الشعب مسؤوليتها جهة من جهات السلطة، لا تصحح أن تفتح الباب على مصراعيه لنشر الفوضى
وارتكاب المآثم في حق الطرف الآخر وتجاوز كل الحقوق أو الكثير منها كما يحصل من تصرفات السلطة عند أي حدث مدان تنسبه إلى الشعب. وتعميم العقوبة فيه خرق واضح للدين والدستور الذي وضعته السلطة والقانون الذي شرعت، وخرق لحق المواطنة وكرامة الإنسان وحتى الشرائع الأرضية التي فيها رائحة من الإنسانية والعدالة. ونحن أمام أزمة كلما طال أمدها أضرت بالوطن وأفقدت العقل وأنست الدين والقيم وما تقتضيه الأخوة الدينية والوطنية، وضيقت المخرج وصعبت الحل وزاد تهديدها للجميع بأعظم الخطر. والحكم بسجن سماحة السيد الهاشمي، وهو أحد العلماء البارزين في الوطن والذين يدعون للإصلاح وليست لهم دعوة للعنف والإرهاب، وهو حريص على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية، ومن بين هذه المستجدات المتوالية المنافية لحرية التعبير بالأسلوب السلمي وبيان وجهة النظر السياسية والمطالبة بالحقوق. والسيد واحد من سلسلة علماء مخلصين لهذا الوطن تستهدفهم السياسة وتسعى لمحاربته.